قام على اغتيال سليماني، وبغداد المعنية كثيرا بتلقي شظايا النزاع الأمريكي الإيراني ترسل وفودها إلى طهران للمساعدة في الحد من الهجمات ضد البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية. الرسائل عديدة والهدف واحد، العراق يبلغ إيران واشنطن ستحملكم مسؤولية أي هجوم وأرضنا لن تكون ساحة للصراع. هناك عن 52 هدفا أمريكيا لمصالح إيرانية منتشرة في المنطقة، ويتمثل السياسة الإيرانية في المنطقة إن كان داخل العمق الإيراني أو كذلك بالمقابل في العراق وسوريا ولبنان وكذلك اليمن. في مكان الغارة سلسلة أحداث في بغداد، حشود تهتف ويافطات تندد على طول طريق المطار ونصب تذكاري، التوتر على أشده والتحذيرات تتصاعد، وأي هجوم إيراني سيقابل برد أمريكي سريع. قوة القدس والمقاومة لن يتغير بالأفعال الشريرة التي تصدر من أمريكا، وجريمة اغتيال سليماني من الممكن أن يثأر لها أناس يقيمون داخل الولايات المتحدة الأمريكية. انتقام المزدوج في يوم واحد، هجمات صاروخية وعملية تصفية، هذا ما كشفته مصادر ليو تي في. مجامع مسلحة تعد العدة، والحكومة تستبق هذه التهديدات المحتملة بإجراءات استباقية لحماية المناطق الحيوية في بغداد وتجنيب البلاد أتون حرب لا يملك فيها حتى خفي حنين.